أخبار اليوم. أنا اسمي ناصر الرفاعي، مدرب فريق باركور ايجيبت وخريج كلية التربية الرياضية. باركور ببساطة جدا هو فن الحركة، ازاي اتنقل من مكان لمكان واستخدم جسمي بأقل طاقة ممكنة واحافظ على نفسي. كان بدايتي للباركور ان انا كنت اصلا خريج كليه التربيه الرياضيه وبلعب اي اكستريم سبورتس. انا في الاول مدرب قفز المظلات بقالي 15 سنه، باخد بعمل سكوبا دايف، بنزل تحت المايه، كل حاجه جديده فيها اكشن كنت بعملها. فشفت رياضه الباركور، كان مقطع كده لديفيد بيل هو ده اللي عرفني الباركور. بدات من خلال خبرتي في الكليه عندنا من دراستي للجمباز والعاب القوه والحاجات ديت، وحته تحليل الحركه ازاي انا اشوف الحركه واقدر اعرف ايه الزوايا العامله بتاعتها، ايه العضلات، كل ده ساعدني ان انا اتعلم الباركور. بعد كده بدات في كونتاكتس مع الناس بره مصر ونبدا نتناقش في امور فنيه، زائد حته التدريب. انا قعدت سنه كامله ادرب المدرسه اللي انا شغال فيها، ده كل ده اداني الخبرات ان احنا ازاي نوصل بالباركور لمستوى كويس. الفرق بين الباركور والفري رانينج حاجه بسيطه، الباركور ازاي تعدي الموانع بدون ما تعمل اي فليبنج او اي شقلبات، فري رانينج هو الباركور بس تضيف عليه الحركات الاستعراضيه والشقلبات. الباركور انا ضربت ناس من سن 5-6 سنين لغايه 60 سنه، كان في ناس 60 حاجه و60 سنه بتيجي تتمرن معانا. احنا تدريب الباركور عندنا منقسم لجزئين، بيبقى في تدريب اندور جوه صالات، بيبقى في ادوات وفي مراتب وكده عشان تحفظ الامان للاعب، وفي تدريب اوت دور زي ما احنا شفنا هنا برضو علشان يقدر المتدرب الحاجات اللي عملها اندور ينفذها اوت دور. الهدف ده كله ان اللاعب يحافظ على نفسه، هدف المدرب مش بس ان انا اقول له فنيات، لا ازاي اخليه يمشي في الطريق الصح واوري له الطريق الصح واللاعب يكمل. بالنسبه للاصابات في الباركور زي اي رياضه عاديه، اللاعب طول ما هو بيلتزم بالتعليمات بيحضر في الاندور بيبقى في مراتب في سيفتي، ماشي بتعليمات المدرب، ما بيمشيش مع نفسه في اي حاجه تاني وماشي بانتظام وما يستعجلش. اهم حاجه في الباركور ما تستعجلش زي اي رياضه تاني، ما يحصلش اي اصابات خالص. كل الاصابات اللي بتحصل ان المدرب لسه اللاعب خد حركه من المدرب لسه عارفها جديد ويطلع يحاول يمارسها بره او الدور وهو لسه ما استعدش لده. كان في ناس بتسال ليه الباركور ما بنعملوش مسابقات ومنافسات وكده، ليه الباركور اصلا هو رياضه غير تنافسيه، هي تنافس مع نفسك ازاي تحسن ادائك وازاي تبقى افضل، لكن احنا مش بننافس بعض مين احسن من التاني، لا احنا بتنافس نفسك ازاي تتحدى نفسك وتخطى الموانئ.